مظهره الخارجي قد يبدو منفراً للكثيرين، فاسمه وشكله يبعثان في النفس رهبة لكونه شبيهاً بالأفاعي وشتان بينهما، لكن قيمته الغذائية عالية جداً ومذاقه لا يقاوم. يطلقون عليه اسم الحنش أو الأنقليس. في فوائده التي لا تعد، قال الأطباء عنه أشعاراً ونصحوا المرضى بتناوله، فتهافت عليه الخائفون من القاتل الصامت، أولئك المصابون بأمراض القلب والسكر والضغط المرتفع، وفي الأسواق يبحثون عنه في مواسم الحنش الساحر. قالوا إن سحره يتجاوز خفض ضغط الدم والكوليسترول ومحاربة الالتهابات المفصلية وتقوية الأجهزة العصبية والبصرية ومنع الشيب المبكر، ويكافح أورام الثدي السرطانية ويقوي الأعصاب والعضلات والعظام، ويحارب أمراض فقر الدم. وأمام كل هذه الأعاجيب، لم يفكر البعض في معرفة شيء عن دورة حياة هذا الحنش الساحر. سبحان الخالق، فحتى دورة حياة هذا الثعبان المائي مليئة بالغرائب، فهو لا يولد إلا يتيماً، يولد لا يعرف أباه أو أمه، وحينما تلح عليه غريزة التكاثر يدرك أن أجله قد اقترب. فبعد التزاوج يتغير شكله، حيث تتولد أسفل جلده شديد النعومة فقاعات غازية تساعده على مقاومة ضغط الماء في أعماق البحار، والتي تعتبر مكاناً شديد الانعزال والملوحة، ليضع بيضه فيه ثم يموت بسلام. أما البويضات فيخرج منها صغار الحنش الرقيقة، وبعد 8 أو 9 أشهر يكتمل النمو، وتترك البحر وتتجه إلى المياه العذبة في أفواج، فيظل في الأنهار حتى مرحلة البلوغ، وحينها يكرر رحلة والديه إلى البحر. وما زال عالم البحار يمتلئ بالكثير من الأسرار والظواهر الغريبة التي لم تفسر حتى الآن، والتي تظهر عظمة الخالق.